السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حابة أشكر الناس اللي بتتفاعل معايا على الكومنتات ويا جماعة اللي عايز يستفسر عن حاجة معينة أو فيديو عن حاجة معينة، يعني في ناس طلبت وصفات للتخسيس وأنا دلوقتي بدور عليها علشان أجيبها لكم. أنا بحب أعمل حاجات متجربة تجيب نتائج ويا رب تفيد الناس. النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة جدا اللي هو طرد الطاقة السلبية والشياطين من البيت. طبعا هي حاجة مش عارفة مدى صدقها أو صحتها، فيعني لو هي صح هي مش مضرة، بالعكس. هو أنا بتكلم دلوقتي على رش جوانب البيت بالملح أو مسح البيت بالمية والملح. هي بيقولوا انها بتطرد الشياطين لانها طاقه الشياطين طاقه سلبيه، والملح لما بيتنشر بيعمل اهتزازات وطاقه ايجابيه في البيت وبالتالي بيطرد اي سلبيات بالبيت. طيب لو هو ما طردش اي حاجه من البيت، فاستخدام الملح والميه، فهو لو استمرينا على مسح البيت باستخدام الميه والملح هيمنع وجود النمل تماما، اي حشرة هيقضي عليها تماما، بيمنع اي روائح، يعني حتى لو في اكلة معينة اتاكلت وتحسي ان الدنيا كلها اتملت الريحة بتاعتها، حطي ملح وانتي بتمسحي، هيقضي تماما على الروائح. الاكل في البيت هو جميل جدا، يعني بصرف النظر هو استخدامه ان هو مثلا بيطرد الشياطين او اي حاجة، فالأهم من كده إن هو بيمنع وجود حشرات، بيمنع وجود النمل، يعني في مكافحة النمل شيء فظيع استخدام المية والملح. حبيت أفيدكم بالمعلومة ديت وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.